ما احنا كلنا في الاول خالص كنا متوسمين في الدكتور مرسي الخير الله يعني الله يرحمه، متوسمين في الخير. لكن لما حسينا انه بعد انا هنيته، انا في الاول خالص انا هنيته لما بقى رئيس جمهوريه، لكن لما بعد بقى وبدا ان هو نحس بقى بان في ناس خاينه وناس دخلت فيها، انا قنواتي الثلاثه اشتغلوا ضده. انت كنت منهم. نعم. وبدات انا اعرف الناس حقيقه الامور ايه. لا ده الحقيقه وضعها كذا، كانوا بقى سياسيين. رحت ساعتها اول زيارات، رحت الامم المتحده. لقيت الامم المتحده دي قعدت 5 ايام من الاثنين للجمعه، كل يوم اعمل لي لقاءين ثلاثه مع اللجان المتخصصه. لقيت اللجان المتخصصه دي كلها عندها معلومات غلط. مفيش لجنه قعدت معاها عندها الحقيقه اللي حصلت في مصر. الصوره اللي حصلت غلط، لا مش دي الحقيقه اللي ده هم معتبرين حاجات يعني انا مش عاوز ارددها، لكن حاجات كلها غلط، كلها مغلطات.